السلام عليكم، كيف الحال؟ محمد معكم من الألعاب، رجعنا لكم اليوم بحلقة جديدة أو عفوا بأرض جديدة Second Earth. اليوم رح نغير شكل ورح نطلع على بلد تاني، قصدي على أرض تانية، ونجرب فيها اللعب هونيك. تزبط معنا؟ خلينا نشوف. اللعبة طبعا صدرت اللعبة لساتها ألفا، وهذا الفيرجن ألفا 9 منا. بظن انه خليني اوطيكم شوي الصوت عشان ما تقولوا لي وطي الصوت. اوكي، هذا الفيرجن التاسع منها، وهي اللعبه من تطوير فري لايفز. طبعا اللعبه فري، حاط لكم الرابط تبعيتها بالاسفل تحت الفيديو، حتى اللي بيحب يجي يلعبها ويجربها فينا يلعبها ويجربها، وفينا يتابع القناه، فينا يتابع المطورين ويشوف التحديثات تبعيت اللعبه دائما. بصراحه يعني انا استغرب انه هي فري، المفروض تكون ايرلي اكسس، بس الصراحه هتاركينها فري وفيها كتير اشياء حلوه. حنجربها مع بعضنا ونشوف شو هالاشياء الحلوه. اوف كورس اي وونت يس بليز او لا لا ان يور لايف بروكسيما سنتوري بي. شو هالاسم هاد؟ اوف كورس، حاسس حالي عم اتفرج على اعلان بالثمانينات. نيو فرونتير، اوبا اوف. حاطين الرقم كمان عشان نتصل فيهم، يلا اللي بيحب يستأجر عندهم يتصل فيهم 09800 مدري شو وإلخ إلخ. بصراحة اللعبة فيها شغل كتير وتابعني عليها، وبرافو عليهم، عن جد برافو عليهم. يعني أنا عم بعمل الفيديو مو بس لأنه اللعبة فري، لا حتى عن جد لأنه هنا بيستاهلوا الدعم وبيستاهلوا أنه هاللعبة توصل لناس كتير. اللعبة فيها شغل متعوب عليها. طبعا النظام بسيط جدا، من كل أنظمة الألعاب الاستراتيجية، بناء أبنية ومكان وأطعمة، يعني أنك تصالع طعام، وطبعا بيزنك الكهرباء. هذا الشيء التقليدي اللي احنا تعلمناه وتعرفنا وتعودنا عليه بكل الألعاب الاستراتيجية. نفس المبدأ موجود هون بس بشكل مطور أكثر. أعتقد هون لازم ننزل كراج. الكراج طبعا هو بيجيب لنا السيارات تنقل اكل من هون لهون. شايف هي السياره تجي تاخذ هذه التفاحات، ما ادري ثلاث برتقانات ما بعرف شو هن، بتروح له عفوا بتجي بتاخذ ثلاث برتقانات من هون، بعدين بتروح بتعطيهم لهذوليك الفقراء اللي هنيك، بس تعطيهم هذول البرتقان. خلينا اسرح لكم اياها شوي، بس تعطيهم البرتقان بيجوا السكان. هلا بما انه جزء عمال والسكان ببلش مزداد عنا الشغل وهكذا. هذا المبدا بتبعيته بالضبط. رنت كولكترز، شوف هي رنت كولكترز 4 95 96 فول سبلاي 4x4. حلو، هاي هي أبدأ فعليا. طيب خلينا نشوف احنا كمان شو عندنا. لسه بدنا نعمل منجم نطالع موارد. اوكي حاضر، طبعا اكيد بدنا نحط له كهرباء، هذا شيء اكيد. طبعا اكيد بدنا نحط له طريق بكل بساطة. بعمل هيك هو لحاله بياخذ لك الاتجاه حسب انت اتجاهها بتطلب ياخذ. منجم تاني ما بياخذون اثنيناتون، لو انه بس بياخذون اثنيناتون. اعتقد ضغطته هون. نعم هون.
اوكي حلو. ده شو عم يطالعوا؟ حجر وما حجر وما ادري شو، ما بعرف هيك شيء. فطبعا بدهم كهرباء اكيد، وبدهم طريق. اول شيء خلينا نحط الطريق. اوكي بيت اديشن الجراج. اوكي سيدي. بطارية منخفضة، طبعا بطارية ليش منخفضة؟ لانه بصب جاي الرياح بوقف بطاريات، لانه نحن عم نشتغل على الطاقة الشمسية. فبدنا حتى نقدر لازم نعمل بيلد مور مايننج كامب. اوكي ما في مشكلة. اي مايننج كامب كهرباء. مايننج كامب، نزيد المايننج كامب. بظن صار فينا نعمل واحدة تانية من هاي، وفينا ننزل كمان. بدنا 200 صار 200. اوكي ممتاز. هلأ هيك صار أكثر. طبعا بدنا كهرباء. اوبن. يا سلام، شوف 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 شو الوقت، في اي بالوقت المناسب. سبيس اكس، ايلون ماسك. لا مو ايلون ماسك، ما له علاقه. طبعا اي ايش السكان الجدد هذول، بيوت فور رينت، فلما بنأجرهم بيقوم بيجينا مصاري. اوبن اكسبت. صراحه ما عبر اشوفه. بيلد الرادار تاور. اوكي وين الرادار تاور؟ هذا الرادار تاور. هذا الرادار تاور سيدي. هذا الرادار تاور شو بيعمل؟ لا ندري سيدي، اعتقد ما بحاجة انه حتى هذا. Your building require power to operate. Okay. هلا صار فينا نعمل نزيد الكهرباء. mm-hmm.
ما تنقطع الكهرباء ابدا. بس انقطع الكهرباء مشكلة. ليك انقطع الكهرباء. لازم يكون عندنا مخزن اعتقد بعدين حيكون، ما بعرف اذا هلا ولا بعدين. بشكل عام ما في، خلينا نسوي هذا بس نرجع ننزله هون. اوكي هلا هيك صار بكفي وزيادة. خلينا نعمل كمان من هاي ونعمل وحدة. نعم سيدي. ما حطيت يعني، ما حطيت انا هون، ما حطيت، ما حطيت هون. خلينا نعزف الدور الاول لحظة، رايحين نعملكم السور. بتصعبوا ما بشي معناتها. هلا هيك بتروح تلف. لازم يكون في طريق هون. شو عم خبص؟ شو هالتخبيصات؟ طب خلص خلص نحطه من جوا معناتها هي. اوف ليك ما احلاه. تمام طبعا هذا بده. خلينا ننزل اول شيء كم جراج تاني. هلا خلينا نبدي السور. يا سلام شو هي؟ ليش هيك عم بيقول انه ممنوع مدري شو؟ حلو هاي صار السور عنا جاهز، وصار الدفاعات جاهزة والمناجم جاهزة والبيوت جاهزة وكله ما في مثله. طبعا احنا لسه عندنا المرحلة الأولى. ما في مناجم، في شغل هذا، شو هذا؟ هذا اور، ما بعرف شو يعني، شو بيستخرجوا هون. ماينينج كامب اور از يوزد فور كونستراكشن، كونستراكت ديفنسز، سولار بانر، سولار بانلز اند اذر بيلدينجز. اوكي هذول هنا يعني، هذا طالع هذول هون. بس هاي 100 شو هاي؟ 100 اور بالمينت. اوكي هاي الذهب.
هذا بيجونا من الرنت اعتقد. Don't have food, you will lose them. I know. I know I will lose them. ليك دول قاعدين صيفين أحلاهم طلع عندهم مسبح كمان. ومنين جابوا الموي بهالأرض الثانية؟ ما شايف أنا فيها موي. شكلها أصلا مو أرض هي، شكلها مريخ أكثر ما أنه شكلها أرض. شو السلبينة هاي؟ Go to location. آه شو؟ Supply enough food to your workers. ما في أكل؟ ما في شرب؟ طيب تلكون كمان. Accept. جرى ضيف شوها شو اللي جاية هجموا علينا الأضوية هيك الدفاعات قال هدول دفاعين دول. طبعا لسه اللعبة ما بتحرك يعني يمين ويسار ومدري شو. بقولك ويف 1 ما في غير 1-1-1 يعني بتجي بعد 32 ثانية. اوكي 32 ثانية ما عنا مشكلة. خلينا نحط لنا كم كراج هوني مشان نأمن على الشبيبي انه شغالين صح. كل ما كانوا هدول اكتر كل ما السيارات كل ما اشتغلوا اسرع. ها 7 6 5 4 3 2 بوم. هذا نشوف شو بده يجينا هلا. وحشو الالينز هدول شو عقارب أرضية بالتانية ولا عقارب مريخية هاي شو على بديلات. يا السلام طولوا تعالوا تعالوا ما في خوف عمي ما في خوف. اوف 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 اوف, أوف. كتار شو جابوا لعنا اول مره بعرف ان العقارب بتعيش بالقطيع. انا بعرفها بتعيش منفرده منعزله. ولا شو رايكم انتو اويس حي نعمل دمون اخضر كمان. مضرب والله حلو اللعبه يا عمي. فيها شغل فيها تعب اويس. شو هم مسدسات ليزريه يمكن. كفو برافو على الشباب برافو حلو. glory to humanity. operation can continue. حلو هاي اول مرحلة انتهت. هلا صار فينا نقي اسم اللي continue expansion. هلا اها هاي منطقة تانية. شو هذا الوحش الجديد wild report شكله هذا بس اكبر يمكن. بس في عنا مباني جديدة فتحت لنا اكسجين و هوسبيتال حلو ويست دامب وغان تورنت. اه حلو ممتاز برافو. يلا هات لشوف خلينا نجرب. اعتقد هلا بدي يكون اعتمادنا على نفسنا اكثر من قبل. من هلا راح يجوا على السريع لازم نبني. تاو
شو مستعجلين الشباب. فايف؟ ليش فايف يا عمي؟ ما في، بدنا اول شي نعمل منجم. في منجم؟ ما في منجم اصلا يا عيني. ما في منجم. اعتقد اني انا عملت سورين، ما كان لازم اعمل سورين. اذا حلمت هذا رجعوا لي خمسة، رجعوا لي خمسة. لا 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 لا. طب اوكي. ها؟ اوكي ممتاز. Produce 100 supply power. قديش لنا عنا حاليا؟ وين سبلاي باور؟ طيب احنا حاليا 686. طب اوكي هاي 75، 85. اعطينا المنجم بس نحن خلاص هاي 100. بلشو بيعطوني اياهم على قد يعني. شو هالسلابين هاي؟ يلا نزف هذا فوق المنجم. تفضل. هذا اصلا واقف العداد ما بيشتغل. طيب بس هلا اشتغل. كافينا نعمل نعمر ونحن عاملين بس. اوكي فكرة ممتازة. ما انا بطالي. يلا هجموا. كيف تم كهرباء من تحت الارض؟ اهلا وسهلا كفو. حيو بضايات والله هالتورت، بس على الكترة ما بيلحقوا لانه بيريحوا شكلهم. ها بيطفوا كمان الكهرباء. هلا بتطفي بس عنا دول بطاريات. دول اعتقد بطاريات صح؟ كابستي ممتاز. احسنتم. سيف ديفيتد. ها اوكي. انسفيشنت باور سبلاي. سربلس شو؟ سربلس current surplus 15 recommended. شو surplus؟ surplus 86. طيب اوكي battery mining. اوكي لحاله اخذ الهي ممتاز. ولك كمان هون بياخذ هيك لحاله، بس ما ظنيت بروح على كلهم. ما نجرب.
اوكي بعدين فينا نجي من هون. ناخذ من هون. هاي الكهرباء. بدون جراج. اوكي لازم نعمل اكيد من هين. منين فاتوا دول؟ نعم طلع بفوتوا عن جد؟ وقفوا لك هم نعمل سور هون. ما في اصلا. ما في كهرباء طبعا. ما في مصاري كمان. شو هالزلابين هاي؟ وين المصاري؟ هذول العمال ما بيشتغلوا؟ هذا كمان نستبدله ما صلحناه. دول هجومات خفيفة بس إذا جانا هجوم تقيل يعني راحت علينا بصراحة. insufficient power. طيب نحن لازم نعمل بيقولنا build 3 mines. ما عجبوا هذا إننا نعمل هون. عملنا 3 mines يا أخي. هاي واحد ممشي الحال بده هون ثلاثة. ما عجبوا إنه هيك تعمل ثلاثة. قال لي أنا قال لي أنا قلت لك عمل هيك. لا والله ما قلت لي يا أخي. خلاص راح نعمل لك 3 mines. تفضل. لازم نحطه بالعكس. سوري ما تواخذنا. تفضل. يلا روح اشتغل. بعدين الثلاثة بالمور جراج. خليني اعمل هون انا التورنت. ما معي اصلا.
اعتقد لازم نجيب كهرباء لهاي بشان يعتبروا انه شغال. طبعا بده عمال. لا صار فينا ننزل كمان مواطنون. أنا بصراحة عندي إحساس إنه هو ما راح يشتغل هذا. مظبوط. لحتى شو اسمه هذا أبو بيلد ماينز، حتى نبني ماينز نظاميين مثل ما بده الأفندي. لا 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 لا، ماتوا العمال. لازم ابني هون واحد. يعني شو هالسلبينة هاي؟ اعتقد انه بدي يعني اعمل ثلاثة هون، واحد لهذا واحد لهذا واحد لهذا. طيب اوكي. هيك بمشي الحال؟ لا ما بمشي الحال. صراحة التاسك ما له معنى. أنا والله هيك يعني. يا مساكين هذا مشكلة ما عم بزيد. طيب لحظة خلينا نشوف شو مشكلته. هون بدك اياها هيك يعني بهي القرنة؟ ما بيركب شي هون عليها يا حبيبي. عم شو انه هيك مثلا؟ ها هيك مثلا ما مشي الحال. شو بدك هون؟ مو ضابطة معه هاي التاسك. شكلها هاي المهمة فاشلة. لحظة شوي خلي يولي نرجع مثل ما كانوا. وقف هاي. ها ما أصلا مهبود.
More alien wildlife coming. Defense cost oro. To build and you need a lot of defense. Get busy mining. Well, we have busy mining يعني. ما أنا مقتنع هو مشكلة. آه هذا ما له شغالين هذولي. ما فيش لهم بحياتهم دول على اني بيت دوخه. واقف لحظه هجم علينا. عنده كراج اعتقد. اهلا وسهلا. انا حتى يطلع لي اصلا مايننج يطلع لي شوية اورو لحتى شو اسمه. ها هلا مش الحال. واخيرا لازم اعمل له وصلة للي هي. شكرا سيدي. يحكوا هيك من البداية. ما لازم اول شيء شغال المنجم هو مناجم شغال يا طالع. اها اختصرنا الطريق شوي. سوري ما في كهرباء. نسينا هذا الموضوع. ما بعرف اذا مهم يكون ولا بيفتح لحاله. بيفتح لحاله بظن. كهرباء
لحد الان ما في ويف بس فينا نهضة تاني من هاي فينا ممتاز اوكي فينا نهضة ديوان كمان ديوان على كلا الشرطان هاي لا شو كلا الشرطان هاي اختصروها بشريط شريطين عنده 60 ريكومندد 207 اوف طب شغلنا يلا شو ناطرين اوف هذا كله لسه ولا شيء عنده كمان الشباب ايوه اها هلا 207 هاي زياده على البيعه ممتاز بس ليش هاي ما جايه كهرباء اه اوكي هلا اشتغلوا وين الهوسبيتال قالوا لنا في هوسبيتال طلعت المفروض نعمل هوسبيتال وهيك ولا ما مو صح هذا الحكي تعالوا ننزل بيت ثاني ها اوصل نحن اكيد لا من هون ما في حدا بيجي ما حدا بيجي لا ما ظنيت حدا يجي اولا ممكن يجي من هون ما استبعد شيء بس بده يجي من هون نعملهم هون استحياطا ما ظنيت حدا يجي من هون بصراحة بس بس استحياطا اه فينا من هون كمان لازم نعمل ديفنت لقاء طبعا هذا الكهرباء ما عاد يكفي بحياته يا سلام بده يجينا ويف هلا كبيره هلا انا هيك حاسس قديش الريكومنديشن 414 يجيبوا لنا غير المحطه الكهرباء اللي بتهوي لكان لا لحظه 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 هاي شو بهي مو بتطالع شو اسمه جنود مبلا هي بتطالع جنود هم.
ايوه هيك اضمن. ممتاز. مشكلة ما بيوصل هونيك اصلا، ما بيغطي حتى المنطقة هاي. هو كان لازم اعملها هيك هيك. اعتقد نحن حناكل قتلة بس ما بيأثر. حاليا 17,000 لازم يكونوا 20,000. طيب خلينا نزيد انا شوي. طيب هيك كافي. خلينا بس امص في عندي اصلا من هذا. بس اذا عذفت الادوب بيمشي الحال. ترى عذفت هيك ادوب بيمشي الحال. ممتاز. فاتوا لعنا على السريع. يعني كنا موقفين اللعبه هلا هيك. خلينا هالتورنت بالماء. لما يخلصوا اوكي فينا هالتورنت او ما فينا خلص. في خمسة هيك بظن ممتاز. لازم نجيب واحدة لهون هيك ممتاز. هيك غطينا كل شيء. كهرباء قديش لازم؟ 362. لا كيف كان عينكم كل هدول الكهرباء ما عاجبكم؟ شو هدول كل الكهرباء ما عاجبكم؟ طيب ويست دم. شو هي ويست دم؟ هي جديدة هي نظر. شكلها عن جد شغلة مو منيحة. اوه شو هاي؟ هاي هوسبيتال. هاي لازم تكون بمكان هيك.
اوكي not enough more. لا عفوا عكس. ايوه شغل اشوف هلا ما انا فود انا كل مره يطلعوا لي بشغله جديده. سوري بالعكس. ايوه هلا هيك مستعمره صارت جاهزه. هجوم ولا شوف ما تكون تهجموا تصطفلوا. اوف 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 عمل 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 شو ها هي شغلة جديدة هي. شو بدي اعمل بالضبط؟ بتوفر اكسجين هيك. هذا شو طالع؟ لحظة شوي لحظة لحظة شو وضع هون ال ممتاز. الوضع حاليا ممتاز جدا. اعتقد ما بدون هذول اللي بدون اكسبت يا صديقي اكسبت. هاي تعال مو هذا مو هذا مو هذا هذا اكسجين. لا هي هاي ف
توفر 10 اكسجين بس انه اعتقد لازم حط هيك. بمدارة هيك اعتقد انا ما بعرف هلا انتو صرحوا لي اذا انا غلطان. على قيد وات نعم لا 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 ما اكتفقنا يا شباب يا شباب لا راحت البشرية راحت البشرية بخبر كان لا 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 يا مسكين accept responsibility يا سلام انه انت الغلطان لازم تعترف بذنبك تعترف انه حاكون علينا يا عمي حاكون علينا. طيب ما علينا هاي كانت تجربة للعبة ما بعرف اذا فينا نرجع نعمل شيء ما فينا لازم نعيد المرحلة كلها طبعا بس مثل ما شايفين هي المرحلة الثانية وهيك ونحن عنا اعتقد كل هذول وفي شغلات مباني جديدة حنكتشفها ان شاء الله بس مو هون بالحلقات القادمة ممكن نعمل لها سلسلة هي كاملة ونشوف شو كل اللعبة فيها او كل الفانكشن اللي فيها بس على قناتنا الثانية العاب استراتيجي. فاذا حابين تتابعونا روحوا اشتركوا على ذيك القناة وفعلوا زر الجرس ولا تنسوا كمان الاشتراك بهي القناة وفعلوا زر الجرس حتى توصلكم كل الألعاب الجديدة وكل التحديثات للألعاب إن شاء الله أول بأول. كمان لا تنسوا تدعمونا باللايك والشير والكومنت حتى نوصل لعدد أكبر من المشتركين. هلأ صافينا ودعكم لكم يومكم سعيد.